تطور الموقف بشكل كبير، يعني في خلال وقت قصير تطور الموقف، والآن تتعرض أطراف بلدة القليلي في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالمدفعية الثقيلة. وكانت المعلومات التي أشارت إلى أن صواريخ أطلقت من منطقة سهل القليلي استنادا إلى أوساط في حزب الله، فأن هذه الصواريخ مجهولة المصدر، لم يتبنى أحد بعد أي لم تتبنى أي جهة بعد أطلاق هذه الصواريخ. ولكن حتى قبل دقائق قليلة من الآن استمر أطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، وترد مدفعية القوات الإسرائيلية بقصف بالمدفعية الثقيلة لأطراف بلدة القليلي. تطور الموقف بشكل سريع، وأذكر بأن يعني ما يحصل في داخل فلسطين المحتلة طيلة هذه الفترة الأخيرة يلقى الكثير من التضامن هنا في لبنان، وإذا لم يكن هناك جهة حزبية معينة هي التي عمدت إلى أطلاق هذه الصواريخ، فإن جهات متضامنة أخرى قد تكون هي من أطلقت هذه الصواريخ. الآن نحن في عز هذه المواجهة المتجددة في جنوب لبنان، كما ذكرت يعني قصف في المدفعية الثقيلة لأطراف بلدة القليلي السعودية في جنوب لبنان. نعم. طيب، هناك خبر عاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية كلودي يقول عشرات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان وذلك صوب شمال إسرائيل، يعني لو تخبرينا عن المزيد من التفاصيل حول هذا العاجل. نعم، يعني كما ذكرت لك قبل قليل أطلاق الصواريخ كان مستمرا قبل دقائق من الآن، يعني ليس صاروخا واحدا أطلق باتجاه إسرائيل، هناك صليات متعددة من الصواريخ تم إطلاقها من المنطقة السعودية إلى مستعمرة الجليل في مستعمرة شلوم في الجليل الغربي. هذه الصواريخ أطلقت على أكثر من دفعة، ليس صاروخا واحدا، ولذلك يعني سمعنا بأن القوات الإسرائيلية وبأن الجانب الإسرائيلي يعني شدد إطلاق طائرات الإنذار في المنطقة السعودية. طيب كلودي، الصواريخ تم على أكثر من دفعة. كلودي، هل من أخبار أو توقعات تفيد بتكثيف هذه الضربات و الاستهدافات، وخاصة أن جيش إسرائيل يطلب من سكان المستوطنات المجاورة للبنان الدخول إلى الملاجئ؟ ليس من توقعات في هذا المجال، يعني هناك تحليلات تؤشر إلى أن إطلاق الصواريخ لن يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير في هذا الوقت، يعني وفي هذا التوقيت الذي نرى بأن هناك تطورات إقليمية ودولية كبيرة جدا تسهم في تفعيل الاستقرار. ولكن يعني كما رأينا اليوم في بكين البيان الصادر عن وزيري خارجية إيران والسعودية، وذلك ينعكس ولا بد أن ينعكس في شكل ما على الوضع في منطقة جنوب لبنان والمساهمة أكثر في الاستقرار. ولكن يعني ثمة تأكيد من خلال إطلاق هذه الصواريخ أن قضية فلسطين هي تبقى موجودة وتبقى حاضرة، وأن التطورات التي تشهدها إسرائيل بين القوات الإسرائيلية وبين الفلسطينيين وخصوصا الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى هي يعني ستكون دائما مدار متابعة ومدار رد فعل انطلاقا من لبنان. إلى أي مدى سيصل رد الفعل؟ هل سيبقى محدودا؟ هل سيكون بمثابة موقف وتوجيه رسالة فقط؟ هذا الأمر نحن في صدد يعني ترقب ما يحدث. المراقبون هنا لا يتوقعون تصعيدا ميدانيا كبيرا في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، ولكن طبعا يعني الترقب ابقي معنا كلودي.